موجز الأخبار من وكالة رمل الأنباء يقدمه أسامة بليبلي. ضبط أمن وقائي العاصمة اليوم عددا من الأسلحة النارية غير المرخصة خلال تفتيش منزلين في عمان، وجاء ذلك إثر معلومات وردت للجهات المعنية تفيد بحيازة شخصين لأسلحة نارية غير مرخصة، حيث تم تفتيش المنزلين واتخاذ الإجراءات القانونية. دعا صندوق الحج والعمرة المدخرين لديه ممن استكملوا مدخراتهم قبل الأول من كانون الثاني 2016 ولديهم الرغبة بأداء فريضة الحج للموسم المقبل إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك في مدة أقصاها مساء يوم 28 من الشهر الحالي. وجهت وزارة الصحة مخالفات مالية للعشرات من شركات الخدمات المتعاقدة معها لتقديم خدمات النظافة والخدمة الفندقية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وذلك بسبب مخالفتها لشروط التعاقد، حيث بلغ حجم الفروقات المالية من مخالفات شركات الخدمات لصالح الوزارة نحو 600 ألف دينار عن النصف الثاني من العام الماضي. بحثت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا خلال اجتماع عاجل أمس في عمان إعلان حالة التقشف في النفقات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بانتظار حسم موقف الإدارة الأمريكية من مسألة تحويل مساعداتها التي لم تصل حتى الآن. إلى الأخبار العالمية، قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس نفقاً تابعاً لحركة حماس الفلسطينية على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر حسب ما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نقلاً عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله أنه قصف البنية التحتية لنفق وصفه بالإرهابي تابعاً لحماس. أثارت العمليات العسكرية لجيش النظام السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي حفيظة تركيا التي اعتبرتها انتهاكاً لمناطق خفض التصعيد، وشددت لهجتها تجاه الروس والإيرانيين. وأخيراً في حالة الطقس، تنخفض درجات الحرارة اليوم لتعود لمعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في الأجزاء الغربية من المملكة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة، قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى، بينما تكون الأجواء في الأجزاء الشرقية من المملكة باردة نسبياً ومغبرة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاع منخفض والرياح غربية نشطة السرعة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني ramonline.net. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.